مرحب بكم. بنعتذر عن التأخير أو يعني على العموم هي مشاركة قصيرة في كل الأحوال. أذكركم بكرة المؤتمر أذكركم بكرة المؤتمر خميس بالليل والجمعة كله والسبت كله. أكيد سمعتوني بنبه وأذكركم مش هكرر كل الكلام بس أذكركم أنه مؤتمر دراسي، فاللي جاي يكون على الأقل جايب ألم لأن هنبقى بنكتب، وبرغم أن في ملزمة لكن هنبقى بنكتب كتير. فأشجعك أنك تكون جاي للكتابة. الاجتماعات بيبقى شكلها مختلف عن الاجتماعات الطبيعية لأنها بتبقى تميل للدراسة، والمرة دي هتبقى تميل للدراسة زيادة لأني قررت أخفف اللي كنت هقوله خوفا عليكم، فقررت أخفف فهزود التعليم علشان أعدكم. لكن فالمهم هو مؤتمر دراسي. طيب تعالوا نفتح. أنتوا ما عندكمش شاشة ورايا؟ طيب ده حاجة تخليكم تتذكروا بعد كده تجيبوا أناجيل معاكم. طيب يبقى في الأغلب حكي أكتر ما أقرأ في كتاب مقدس. عارفين ألعاب الكمبيوتر؟ حد بيلعب ألعاب كمبيوتر على التليفون أو على ما حدش؟ كلكم ملايكة، برافو، كلكم قديسين وملايكة. طبعا السؤال اللي جواك وانت بتلعب، بنتي عندي عذر بلعب عشان العب مع بنتي. ايه السبب اللي ببتدي بيه هذه المشاركه بهذه الطريقه؟ انه اي حد منكم بيلعب، ولو انت بتلعبش اديني بنورك ان بيبقى في مستويات في كل لعبه، وعلشان تعدي مستوى وتروح لمستوى انت بتحتاج امكانيات اعلى عشان تقدر تعدي المستوى الاعلى. وكل ما تزداد المستوى كل ما بتزداد احتياجك لامكانيات مختلفه عشان تعدي المستوى في اللعبه، مش كده ولا؟ ولو ما حصلش ترقية أو ما حصلش ما خدتش الحاجات اللي أنت محتاجها للمستوى اللي وراه، ما بتعرفش تعدي المستوى اللي وراه. أكيد أنت كده عرفت أنا هشارك عن إيه، لأن ده بينطبق في الحياة الروحية جدا. مش عارف يعني هم أخدوها أكيد من الحياة الروحية، لأن كل ما المستوى بيعلى كل ما الأيام بتعدي، كل ما احتياجك لحاجات عشان تعبر المستويات الأعلى بيزداد. واللي عارفين أو بيلعبوا هذه الألعاب إنه ما بتعرفش تعدي المستوى العالي إلا لما تاخد اللي انت احتاجته من المستوى اللي قبليه. ما عارفش فاكرين احنا من فترة طويلة، من شهرين يمكن، نادينا بصوم وقلنا ان هذا الصوم ما كانش ليه علاقه برمضان، فاكرين؟ وان هذا الصوم مكمل معانا لاخر السنه. فانا بذكركم احنا ما زلنا في موسم يحتاج الى اصوام، وده اللي انا جاي اشارككم بيه النهارده. ما زلنا في موسم بيحتاج الى اصوام. ليه؟ لان الاصوام احد الاسباب، يعني حكينا عنها فمش حكي تاني، ارجع لمشاركه نادو بصوم. لكن الأصوام بتفتح روحك لاستقبال ترقيات أنت محتاجها في المستويات اللي جاية. مستوى الحضور الإلهي، مستوى إمكانيات الحضور الإلهي علينا كأفراد وعلينا كجسد للرب في أرض مصر محتاج ترقية، محتاج ترقية علشان نعبر الليفلز لو جاز التعبير بتاع قصة الألعاب.
بيحتاج ترقية في أرواحنا. الترقية ما بتحصلش برة، الترقية ما بتحصلش في حاجات خارجية أو في أحاسيس خارجية، الترقية بتحصل في الروح، الترقية بتحصل في داخلك. لما تفاجأ إن في حاجة حصلت جواك، وبتفاجأ مش لأنك حسيتها، بتفاجأ لأن التأثير بيخرج من الطبيعي بتاعك، من الحياة اليومية بتاعتك. أنا متأكد في لبس اللي في أعمال 8 اللي كان خادم موائد في سفر الأعمال أعمال 6، ما كانش متصور أنه لما تغرب وراح السامرة وابتدى يشارك مشاركات بسيطة عن ملكوت الله واسم يسوع. دقرا كده في أعمال 8 كان يشارك بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع، أنه هو بيشارك الأرواح شيئا تخرج عمرها ما حصلت معاه قبل كده، بس أتاري حصلت ترقية جوه فيلبس للمستوى الجديد اللي الرب بيرقيه ليه وبيرقي الكنيسة ليه في سفر الأعمال صح 8، أنه يفتح باب السامرة. ما كانش لسه خدمة السامرة اتفتحت، وكانت فقط خدمة أورشليم، والكنيسة ما كانتش اتنقلت للموسم الجديد. واللي فتح الموسم الجديد الحقيقة كان حصل من خلال بطرس لما راح لبيت كارنيليوس، بس كمان حصل من خلال فيلبس لما فوجئ ان حصلت ترقيه جوه روحه. كان بيشارك مشاركه طبيعيه عن اسم يسوع. انا مش بوعظك بالمناسبه، انا بتكلم عن ناس موجوده هنا هيفاجئوا هم بيحكوا مع قرايبهم او في عيلتهم او في اعداد بسيطه مع اصدقائهم بيحكوا عن اسم يسوع، وفجاه التاثير يبقى مختلف، وفجاه في حاجه بتحصل. طب ما احنا شاركنا قبليها من شهر وما حصلش حاجة. بيحصل حاجة في الروح، بيحصل حاجة في الداخل. احد خدام الرب كان بيخدم في مكان وما كانش ده حصل معه قبل كده، وهو بيخدم خلص الخدمة وخلص اجتماع الصلاة وكالعادة هو بيخدم فبيخدم وبعد كده بيقول كلمة يعني، وبعد كده بيعمل صلاة أخيرة وبعد كده خلاص. فلأنه كان معزوم مدعى، فقام خلص وقال أمين، وقام نده الأسيس بتاع المكان أنه يقوم، بس الأسيس ما قدرش يقوم. والأسيس قام رفع راسه قال أنا بحاول أقوم، أنا مش قادر أقوم. ده عمره ما حصل مع هذا الخادم قبل كده، بس هذا الخادم أتاري وهو مش حاسس حصلت ترقية جوه روحه، لدرجة ما حدش قاعد في الاجتماع كان قادر يقوم من المكان بسبب الحضور الإلهي. انت ما بتحسش في بعض أحيان، بتشارك على كالعادة في بعض أحيان، بس الأزمنة بتحتاج ترقيات، والترقيات ممكن ما تحسش بيها. زي موسى لم يكن يشعر أن جلد وجهه صار يلمع، ممكن ما تشعرش ان نقلة حصلت او ترقية حصلت او سلطان اتسكب او حاجة انسكبت، بس لو عطشت انت محتاج، ولو انت محتاجت وعطشت بتاخد، ولو اخدت في نتيجة للترقية الروحية. مش شرط تراها، ومش زي قلت لك مش شرط تحسها، ده اكيد، ومش شرط تراها، مش شرط يحصل زي القصة اللي بقولك عليها ان كان فيلبس او ان كان هذا الخادم. لكن اللي أنا بقولك عليه هو ترقية إحنا كلنا محتاجينها في هذا الزمن للزمن اللي جاي. الصوم هو إعلان عبادة، الصوم هو إعلان تكريس وقتك. حكينا عن النذرية، حكينا عن الانفصال، حكينا عن النذرية في اجتماع الاثنين والانفصال في اجتماع الأربع. بس أنا عايز أقولك وقتك اللي بتأديه قدام الرب في بعض أحيان بأفاجأ أن البعض ما بيقضيش وقت يصلي، وبتصور ان افكاره اللي هو بيفكر فيها وبعض حين بيتكلم ربنا كانه بيشتكي له هي دي الصلاه. انا بتكلم عن وقت تقضيه تقطعه للرب. من فضلك ما تعديش الاجتماع ده وما تعديش اللحظات دي من غير ما تقوم وانت بتسمعني تقوم مقرر كده، انا عارف الساعتين دول في اليوم دايما بيهربوا مني، انا حديهم للرب، او الساعه دي او نص ساعه دي او العشر دقائق دي، او مش هنزل من البيت في شغلي، هصحى هظبط المنبه سنه بدري ربع ساعه بدري عشان اقوم قاعد على كرسي في البيت ده اللي انا قاعد فيه، واقعد عشر دقائق فقط، عشر دقائق انا والرب، فانا هظبط المنبه مجرد ربع ساعه بدري عشان اقضي عشر دقائق بس، حتى عشر دقايق فقط، بس أقضي هذه العشر دقايق مع الرب في عمق كده، بخش قدامه. مش بقول لك اقعد اقرا في كتاب مقدس، قرايه كتاب مقدس ده المفروض يبقى وقت تاني. انا بتكلم عن وقت انت بتقعد فيه بتلتحم بتلتصق بيه. لما يعقوب قضى الليله مع الرب ما كانش جايب لوحي الشريعه معاه،
أنا وقت الكتاب المقدس هام جدا، اوعى تفهمني غلط، وقت الكتاب المقدس هام جدا. أنا بقالي 10 أيام مش قاعد غير مع الكتاب المقدس من أجل المؤتمر اللي جاي، عمال بدرس وعمال بكتب وعمال فأنا الكتاب المقدس هام جدا، بس اللي أنا بتكلم عليه هو وقت آخر، وقت تلتحم فيه زي ما يعقوب أم مسك في جلبية الرب وأم عشق التروس فيه وقفل التروس فيها مع الرب وقالوا لن أطلقك إن لم تباركني، عشق وحصل اشتباك، اشتباك يعني التحم، يعني قفلوا مع بعض. آخر مرة روحك قفلت مع الرب في الحضور، قفلت بمعنى مش قفلت يعني اتقفلت، قفلت يعني اشتبكت والتحمت ومش بتسيبه ولا ترخيه، أمسكت به ولم أرخه. آخر مرة التحمت بهذا الالتحام في قعدتك مع الرب كان إمتى؟ أنا عايز شجعك إنه ده المكان، هو ده المكان، هو ده الساكن في ستر العلي، هو ده اللي بيبات في ظل القدير. في حاجة بتحصل، في ترقية محتاجينها إحنا كلنا كشعب للرب في هذه البلد في هذا الزمن من أجل أن نعبر الليفلز اللي جاي. عطشنا للترقيات الروحية، ولو جاز التعبير أعدنا في اللعب بيقوم محتاج أنك ترجع وتعمل الليفل اللي أنت خلصته برغم أنك خلصته عشان تاخد اللي فاتك منه علشان تقدر تعبر الليفلز اللي وراها. أنا آسف بقول مثل أرضي لكن أنا بحاول أوصل لك الصورة. أنت محتاج أنك تقوم مرجع مع الرب عهدك وتكريسك وكأنك بترجع للأساسيات اللي ما بينك وبين الرب، الكلام اللي ما بينك وبين الرب من زمان ما قلتوش وكأنه خلاص يعني كبرنا على كده. نو، مفيش حاجة اسمها كبرت على حاجة وراء الرب. فعهدك وتكريسك وحبك وأخبار السجود إيه؟ إحنا محتاجين كل 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 أسلحة روحية في هذا الزمن، من سجود، من تكريس، من صوم، من عبادة، من محبة، من إعلان، من كل حاجة أنت محتاجها في هذا الزمن، محتاج تطلقها في هذا الزمن. ليه؟ لأن الرب عايز يعمل ترقيات لروحك. الرب مش عايز يسيب روحك كما هي، لأن الزمن اللي جاي محتاج هذه الترقيات. فأنا بذكرك مرة تاني بقصة الصوم، بذكرك مرة تاني وأنا لما قلت عن أصوام، أنا قلت عن حتى في حد جالي أنا ما بعرفش أصوم، بحاول أصوم ما بعرفش أصوم، بحصل علي حرب لما أصوم، كل القصص الجميلة دي. أول إجابة طبعا لو أنت بيحصل عليك حرب لما بتصوم يبقى أنت لازم تصوم، لأن معنى كده أن صومك بيضرب في العدو خبط لزق، لأنه بيحصل حرب طوالي. فممتاز ممتاز 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 ممتاز، أطلب الحضور الإلهي وصوم، قول يا رب مش حصوم من غيرك، حصوم بيك ومصايم. صوم نص يوم، صوم نص يوم. مش صعبة، ما بعرفش ما صوم، ما بعرفش أوقف أكل، نص يوم. قضاء 5، أنا بحاول أحكي أكتر وما أقراش آيات كتير علشان ما فيش شاشة النهاردة. بس محتاج أقرا الإصحاح ده. ترنم الدبورة وبراق ابن أبي نوعم في ذلك اليوم قائلين، دي ترنيم الدبورة عامة، لأجل قيادة القوات في إسرائيل، لأجل انتداب الشعب باركوا الرب. اسمعوا أيها الملوك وإزغوا أيها العظماء، أنا للرب أترنم، أذمر للرب إله إسرائيل. يا رب بخروجك من سعير وبصعودك من صحراء أدوم الأرض ارتعدت. بصوا الكتاب المقدس مليان، ده مش موضوعنا النهاردة، بس الكتاب المقدس مليان عن هذه الاستراتيجية في الحرب. الحرب دائما 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 المقدمة بتاعتها هي الحضور الإلهي، دائما، مش أنت مش أنا مش إحنا، دائما الحضور الإلهي المقدمة، السن الرمح، المقدمة بتاعت أي حرب روحية في حياتك، المقدمة هو الحضور الإلهي. إن لم يصعد وجهك أمامنا ما بينفعش. قم يا رب ويتبدد جميع أعدائك، ما بينفعش تخش أي مواجهة. مش بكلم بس على
بمعنى المعتاد للحروب الروحية. بتكلم على مواجهات، بتكلم على الليفلز، بتكلم على المستويات المواجهة، أيا كان نوع المواجهة، مواجهة في شغلك، مواجهة في بيتك، ما عرفش أنت مدرك ولا لأ، بس مستوى المواجهات ابتدى يرتفع. وده ولا حاجة، لأنه الدعوة اللي دعينا ليها والدعوة اللي دعية ليها الكنيسة الرب في الأزمنة الأخيرة في العالم كله مش في مصر بس، هي مواجهة مختلفة مختلفة مختلفة. عشان كده على الأربعة، بخروجك من سعير، بصعودك من صحراء أدوم، الأرض ارتعدت. ده إيه اللي جابوا الدبورة؟ دبورة بتعلن أن الحضور الإلهي هو اللي بيتحرك قبل أي حاجة. لأجل قيادة القواد، لأجل انتداب الشعب، باركوا الرب، اسمعوا أيها الملوك وأزغوا، أنا الرب، أنا للرب أرنم. بقول إيه يا رب؟ بخروجك من سعير، بصعودك من صحراء أدوم، الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت، كل كذلك السحب قطرت ماء، تزلزلت الجبال من وجه، من حضور، من وجه الرب. وسينا هذا من وجه الرب إله إسرائيل. طبعا أنت محتاج تصدقني عشان معكش إنجيل وما فيش شاشة ورايا، بس أنا بقرأ لك من كتاب مقدس. تزلزلت الجبال من وجه الرب. سينا هذا، سينا هذا كأنها شايفاه، هي دبورة شايفة سينا. سينا هذا من وجه الرب إله إسرائيل في أيام شمجر ابن عناه، في أيام يعيل استراحت الطرق، عبروا السبل، صاروا في مسالك معوجة. اللي بتكل دي آية سلبية، يعني إيه؟ يعني ما كانش في أمان، كان في خوف، فكانوا بيخافوا يمشوا في الطرق. استراحت الطرق وعبروا السبل، ساروا في مسالك معوجة، لأن ما كانش في أي أمان، فكانوا بيخافوا يمشوا في الطرق. ليه؟ لأن كان بيبقى فيه، ما فيش أمان، ما كانش في أمان في ذلك الوقت لأسباب كتيرة. مش عايز أحكي البعد التاريخي، بس ده البعد التاريخي لهذه الآيات. ما كانش في أمان بسبب جيش سيسرا وبسبب ملك كنعان. خذل الحكام في إسرائيل، عدد 7، خذل الحكام في إسرائيل، خذلوا حتى قمت أنا دبورة، قمت أما في إسرائيل. بيحصل بقاء للوضع كما هو عليه لغاية لما حد يقوم، لغاية لما حد يقف، لغاية لما حد ينادي. بيفضل وضع في البيت لغاية لما حد في البيت يقف. فاكرين الأسبوع اللي فات أول ما رب يلاقي حد؟ فاكرين لما لقى واحد يشيل المسؤولية؟ كنتوا موجودين الأسبوع اللي فات؟ كانوا موجودين الأسبوع اللي فات. أول ما لقى موسى بيشيل المسؤولية عن شعب، حسم موقع، قال مش هعدي فستيكم حفنيكم. موسى وقف قال له مش هنتحرك من غيرك، قال له أوكي حمشي. طب ما هو نفس الشعب، هو نفس الرب، بس أول ما لقى واحد بياخد المسؤولية، مراحم الرب لمست. أول ما جت دبورة الأمور اتغيرت. حتى قمت أنا دبورة، قمت أما في إسرائيل. عدد 8 هو العدد اللي أنا محتاجه. أحد الحاجات اللي قضيت فيها وقت طويل النهاردة الصبحية هو عدد 8، لأنه كل المفسرين اختلفوا عليه. واحد راح يمين واحد راح شمال، هقول لك اليمين وأقول لك الشمال والاثنين حلوين. بس هذه الآية المحورية، أو دي الآية اللي كانت جوايا وأنا، أو الآية اللي نورت وفتحتها فعدت أدرس فيها، وهي دي الآية اللي عايز أشاركك بيها. مكتوب كده، اختار آلهة حديثة، اختار آلهة حديثة. يعني نوع الآلهة تغير، بقى في آلهة جديدة، ده معنى الآية. اختار آلهة حديثة. أنا عارف إنك بتقرأ في التليفون الإنجيل، بس أنا بضحك معك. اختار آلهة حديثة، يعني بقى في آلهة جديدة، مستوى اللعبة طلع للليفل الأعلى. فاللي كنت بتحاربه في الليفل الأولاني بقى مختلف خالص عن اللي هتحاربه في الليفل الثاني، لأنه بقى في آلهة حديثة. أنا صاحي على الآية دي، حاجة جميلة. اختار آلهة حديثة، بقى في آلهة جديدة، بقى في الليفل بقى مختلف، بقى اللي انت بتحاربه بقى مش هو، مش كأنه مش هو بتاع زمان. حينئذ حرب الأبواب، ده دبورة اللي بتقرأ، أنا بقرأ كتاب مقدس. حرأ لك يعني آلهة حديثة حالا، بس يعني أو هنحكي مع بعض. اختار آلهة حديثة، حينئذ حرب الأبواب. ودي الآية،
لما الليفل بيتغير لازم تحارب عند الأبواب. لما الليفل المواجهة بيتغير لازم تحارب عند الأبواب، لأن لما ليفل المواجهة بيتغير المواجهة بتحصل عند الأبواب، والأبواب هو مكان القوة، هو المكان اللي لو اتاخد، لو أنت أخدته أنت في ملء السلطان، ولو إبليس أخده إبليس له كل السلطان. عشان كده الاستراتيجية لما بتحصل تغير في الآلهة حينئذ حرب الأبواب، لما بيحصل تغير في المواجهة حينئذ حرب الأبواب، لما بيحصل ترقية وتبقى أنت مدرك أنك محتاج ترقية، زي ما أنا مدرك تماما بلا شك، زي ما أنا عارف اسمي إيه، أنا مدرك تماما أن في عالم الروح إحنا محتاجين ترقية روحية في هذا الزمن جدا 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 جدا، ولأن في احتياج لترقية حينئذ حرب الأبواب، لأن اللي بيأخذ الأبواب بيأخذ السلطان بتاع الموقع. شجعك اسمع اجتماع اول امبارح يوم الاثنين، لان كنا بنحكي انه السيتنج بتاع التظبيطه بتاعه الجهاز بتاعه العالم، انك لو انت ما خدتش السلطان ابليس واخد السلطان طوالي. كل حاجه انت مش واخد عليها السلطان وما وقفتش فيها ابليس بياخد السلطان فيها طوالي، ده تظبيطه الجهاز، الجهاز شغال كده. ما تقولش لا مش هيحصل حاجه، انا مش واخد سلطان هنا بس مش هيحصل حاجه، ما فيهاش اسمها كده. حكينا يوم الاثنين، اسمع اجتماع الاثنين، بس ببساطة موسى لما كان بيرفع ايده كان يشوع بينتصر تحت الجبل. موسى لما كان بينزل ايده مش ما كانش بيحصل حاجة، مش كان بيوقفوا حرب، ما حدش كان بيدوس على زرار بوز، لا، كان موسى بينزل ايده كان في ناس بتموت، وبالتالي ما كان المعنى الروحي الايد المرفوعة بالسلطان بتعلن سلطان، والايد النزلة يعني غياب للسلطان، الجهاز متزبط ان ابليس ياخد المكان. اديك مثل اخر كنا بنصليه بس في اجتماع الاثنين، ان لما موسى رمى العصايا، العصايا بقت ايه؟ حية. كلكم عارفين ايه المعنى، والموضوع ده مربوط بمصر. المعنى ببساطة ان لم ترفع العصا بسلطان البديل حية، والحي يقول لك الكتاب المقدس الذي يقول لك فخاف موسى وهرب. موسى طلع يجري من العصايا بتاعته. لما العصايا بتاع لما سلطانك بترميه بتطلع تجري من ولا حاجه، تقرا كده في سفر التثنية يهربون من صوت ورقه مندفعه، يعني ورقه معديه في الشارع بتخشول وتطلع تجري. ليه؟ لان مفيش امان، الطرق استراحت الطرق، يعني مفيش حد بيعدي، وعابروا السبل صاروا في مسالك معوجه. ليه؟ لان مفيش امان، مفيش امان في الطرق، في خوف لحسن اتصاب. حتى قمت انا دبوره اما، ليه؟ في حاجه بتتغير. ليه؟ لان ده زمن ترقيه، ده زمن ترقيه، والترقيه مربوطه جدا بحرب الابواب، لان في اختيار لالهه حديثه، في نقله في المستوى، المواجهه بقى مختلف، اختار الهه حديثه حينئذ حرب الابواب. علشان اقول لك المفسرين راحوا يمين وراحوا شمال، هقول لك الاثنين. اللي راحوا يمين قالوا لأن شعب الرب ابتدى يعبد آلهة جديدة ما كانتش بتعبد في وسطيه قبل كده، ولأن شعب الرب ابتدى يعبد آلهة جديدة ما كانتش بتعبد في وسطيه، غير الرب يعني، ما كانتش بتعبد في وسطيه قبل كده، حصل الهزيمة. عشان كده دبورة جات وأعلنت الحرب. مفسرين كتير قالوا مش هتبنى أي قضية منهم، أنا بقرأ لك الآية اللي صحيت عليها واللي أنا بشاركك بيها. مفسرين كتير اختاروا هذا الطريق وقعدوا يتأملوا فيه، رائع. مفسرين تاني وتقريبا النص يعني، او يعني يمكن ده 40% بس، اختاروا اختيار غريب تاني، بس اختيار كتير قالوا ده مش بيتكلم عن آلهة عبدت من شعب الرب، لان مش منطقي، لان شعب الرب اوريدي كان فعلا في حاله ضعيفه، وكانت اوريدي دبوره موجوده قاضيه بالفعل كانت موجوده، وبالفعل الشعب كان بيعبد اصنام، وبالفعل ملك كان عن كان هو المتسلط. فالقصه يعني ما حصلش فجاه حصل اختيار لآلهة حديثه. فيقولوا ايه؟ يقولوا اختار دي ده الرب، واختار الرب ابطال لي جداد، وأبطاله هنا بيسميهم آلهة.
أنا بقول لك التفسيرين مش هتبنى أي واحد منهم. تقولي ده دي غريبة ويسمي أبطاله آلهة، أقول لك لا مش غريبة خالص. اقرأ سفر المزامير، في مزامير كتيرة بتحكي عن كده، مزمور 82 في مزامير كتيرة بتحكي عن كده، بس أذكرك بآية كلنا عارفينها. الرب قالها، أنا جعلتك إلها لفرعون. الرب قالها لموسى، جعلتك إلها لفرعون. فمفسرين كتير، وأنا بقولك 40%، تقول لي يعني قريت كم كتاب؟ قريت كتابين. أقول لك لا، ما ينفعش يبقى كتابين يبقى 60 و40%. ما يقلش عن 15 كتاب للتفسير. فكتير منهم أكتر من 5 6 7 مختارين هذا التفسير، إن الرب اللي اختار، ورب رب اختار أبطال جدد ويسميهم آلهة، ولما طلعوا أبطال جدد حينئذ حصلت حرب الأبواب. أنت جمال. أنا بالنسبة لي الاتنين حلوين، التفسيرين حلوين. عايز التفسير الأولاني هو ده اللي عجبك؟ حلو قوي، لأن شعب الرب فضل في نفس المستوى لوقت طويل وحصل ركود. إبليس بيقوم رافع مستوى الحرب، بيزود هذه الحرب، بيزود التقل على شعب الرب. حينئذ لازم شعب الرب يقوم، حتى قمت أنا دبورة. حينئذ حرب الأبواب، حينئذ لازم يحصل انتفاضة وترقية عشان تنتصر على الليفلز اللي جاية. أنا حريص على المعنى الروحي، بكرره وحفضل أكرره لأنه هو ده اللي أنا جاي بيه. ده وقت روحك بيترقى ترقيات روحية لأجل عبورك الأزمنة اللي جاية، أو عبورك ما تمر بيه في هذا الزمن ومش قادر تعدي. ده وقت ترقية، لأنك لما بتترقى ترقية روحية بتقدر تعدي الليفل أو المستوى بسهولة، لأن الرب يصعد قدامك. على الجانب الآخر التفسير الثاني حلو برضو ومش غريب عن الكتاب المقدس. الرب يقول مختار وعامل ترقيات جديدة في أبطاله ويسموهم أبطال جداد. طبعا مش ملغاش حد من الشعب، بس في شعب أمام، وتقرأ دبورة وهي بتفتخر بيه بعد كده، الأصباط اللي قامت والأصباط اللي ما قامتش. ويقول لك الأصباط اللي ما قامتش أصيبت بلعنة. ده مش يعني مش 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 موضوع. فدبورة حتى بتفتخر ان رب قام مطلع ابطال جداد حينئذ حرب الابواب. اتاري كان في حرب لامتلاك الابواب مش حاصله، منتظره ابطال جداد يطلعوا. من فضلك انا مش بوعظ، انا بكلم حضرتك مش اللي جنبك. في حد ممسوح جدا قاعد على الكرسي اللي انت قاعد عليه. عدت على بعض الموجودين ما خدوش بالهم لسه. مين اللي قاعد على الكرسي اللي انا قاعد عليه؟ انت. في امتلاك، في حرب منتظره، ابطال وأبطال جداد يدركوا أنه في زقاق جديد بيحصل فيهم وبيقفوا من أجل الترقية دي، من أجل الزمن اللي جاي. ليه؟ لأنه لما الرب اختار أبطال جداد حينئذ حرب الأبواب. لما الرب رأى رجالة بتاخد المسؤولية، والرجالة اللي أعني شناب أو ذكور، أعني ذكور أو إناث بلغة كتاب مقدس، رجل دي ذكر أو أنثى. لما رب بيلاقي ذكر أو أنثى بيشيلوا المسؤولية وبيقفوا، حتى قمت أنا أما في وسط الشعب، لما بيلاقي حد بيبقى كده بيطلع أبطال جداد حينئذ حرب الأبواب، حينئذ امتلاك الأبواب اللي كان لازم تتاخد. أبواب بلدنا محتاجة تتاخد، أبواب بيتك محتاجة تتاخد، أبواب شباب كثيرين هنا محتاجة تتاخد. ولما انت بتاخد ابوابك الحقيقي الحقيقي الحقيقي، لما بتمتلك ابوابك، لو حربك حرب شخصيه، لما انت بتمتلك ابوابك الرب يقوم مديك بونس. حد بيلعب العاب كمبيوتر؟ في بونس لما تخلص الليفل. البونس ده بيخليك تقدر تنتصر المستويات اللي جايه. عارف المستويات اللي جايه دي ليها ايه؟ ليها علاقه بالناس اللي حواليك في البيت، ليها علاقه باجواءك، ليها علاقه باصدقائك، ليها علاقه بحاجات كتيره. ليه؟ لان مفيش انتصار واحد من شعب الرب بينتصره الا هو بينتصره
مش بس من أجل نفسه لكن من أجل آخرين حواليه. أنتوا شاخدين بالكم أنا بتكلم بجد. مفيش انتصار أنت بتنتصره إلا وهو انتصار بيؤثر على الأجواء المحيطة بيك، ما هوش انتصار شخصي بس. مش هطلعها دلوقتي، هحتاج افتح تليفون واقعد اقلب، بس انا بتجيلي شهادات كتير من اباء وامهات عن تغيرات بتحصل في اولادهم لما بيصلوا صلوات معينه في الاجتماع او في البيت، وكلها مربوطه بحاجه، مربوطه بنقله بتحصل في الاب والام، وبتحصل بنقله في الابناء. ولو انا اب او ام مكانك قاعد هقول اي ليه؟ لأن أتاري النقلة اللي أنت عايزها في ولادك هي نقلة بتحصل فيك، وأول ما بتاخد النقلة فيك بتنز بتبهت على ولادك بالطبيعي. مش موضوعنا. اختار آلهة حديثة حينئذ حرب الأبواب، هل كان يرى مجن أو رمح في 40,000 من إسرائيل؟ يعني ما كانش فيه ولا مجن ولا رمح، ما كانش فيه الأسلحة، ما كانتش موجودة قبل كده، الأسلحة ما كانتش موجودة في 40,000. 40,000 ده مش رقم الجيش اللي كان اللي خرج يخرج مع 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 دبورة، لأن اللي خرجوا كان 10,000، تقرأ كده في الإصحاح اللي قبليه في قضاء 4. فال40,000 يعني كانوا 30,000 ما خرجوش، وعشرة بس اللي خرجوا، ده ربع الجيش بس اللي خرج، بس ربع الجيش كان كافي جدا لحسم معركة الملء بتاع الجيش مش عارف يعملها. 10,000 حسموا معركة 40,000 خايفين منها. ليه؟ لأنها حرب الأبواب، لأن الرب بيطلع أبطال بشكل جديد، فالواحد بألف. أوكي، في كم مؤمن في مصر؟ مش بقول في كم مسيحي في مصر. لو الواحد بألف 90 مليون، 99 مليون، لو شلت من 99 مليون ألف، يبقى أنت محتاج كم مؤمن في مصر؟ احسبها في البيت بتوع الهندسة طبعا شغلوا دماغهم ووروا. لو الواحد بألف والواحد ده بيقف وبس بس بس بياخد المسؤوليه، ورب يدور على الكتله الحرجه دي بتاعت مؤمنين في مصر يقدروا يقفوا بمسؤوليه، والواحد منهم مدرك ان تاثيره الروحي، تاثير عبادته، تاثير صومه، تاثير النقله، تاثير الترقيه بتاعته يمكن ان تؤثر في 1000. انا متهيألي 99 مليون سهلين قوي، سهلين قوي. بعض الناس بيقول في مليون مؤمن في مصر، تيجوا نقلل 500,000 مؤمن في مصر. 500,000 في 1000 بكام؟ المهندسين مع صارة تمهمة في الجموع، لو معانا 300 دينار مش هنعرف نوكل الناس دي كلها، خمس خبزات سمكتين كافيين جد. أنا بدي مثل لأن الرب عايز يرقي أبطاله حينئذ حرب الأبواب. الرب حسم أبواب مصر بسهولة بسهولة بسهولة، خلاص نفوس أهل مصر. لو الرب حسم، لو الأبطال دول قاموا بأرواحهم وقفوا في أبواب مصر بس بالمسؤولية، بسهولة جدا حسم خلاص نفوس أهل مصر. وبالتالي في حاجه في 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 حاجه في ترقيه للزمن اللي جاي، في ترقيه في الشخصيه، في ترقيه في الادراك، في ترقيه في الوقفه، وفي ادراك اهميه الازمنه. حينئذ اختار آلهة حديثة حينئذ حرب الأبواب، قلبي نحو قضاة إسرائيل المنتدبين في الشعب، باركوا الرب. قلبي نحو الناس اللي بتقف بكلمة الرب، يعني مش البوعاظ، اللي في البيت بيقولوا الحق، اللي في ذهنهم بيقولوا الحق، اللي على الأمراض بيقولوا الحق، اللي على الخوف بيقولوا الحق، اللي بيطلقوا الحق، هم دول القضاء. أيها الراكبون الأتن السحر،
الآية دي مركبة هشرحها لك بمعنى بسيط. أيها الراكبون الأتن السحر الجالسون على تنافس والسالكون في الحياة سبحوا. عارفين بتقول إيه؟ هي جابت ثلاث مستويات. إيه المستويات؟ مستوى القضاء، مستوى اللي بيحكمه، مستوى الشعب اللي بيشتغل عادي، ومستوى اللي ما بيعملوش حاجة أو ما فيش شغلة محددة، اللي هم السالكون في الطرق. سبحوا يعني ايه؟ يعني اعلن الحضور الالهي ايا كان المستوى بتاعك، ايا كان الشغلانه، ايا كانت الحاله، ايا كان الوضع، اعلن الحضور الالهي، سبح الحضور الالهي، ادرك الحضور الالهي، ادرك وقفتك، افهم انت واقف في ابواب، ابواب مش ابوابك انت بس، هذه الابواب مربوطه بحرب في الروح، في امكانيات في الروح، في حاجه بتحصل في عالم الروح محتاجين ندركها. اللي بيخلينا نلف، عارفين الكلب لما بيلف او ما اعرفش الكلاب ولا القطط اللي بتعمل كده، اللي يلف عشان يمسك ديله، القطط، الكلاب، المتجننين، الفران، اي حد، لا في الاغلب القطط عشان ما بيبقى ده. انا في بعض الاحيان بحس ده منظر حاله الكنيسه بتحاول توصل لديلها وتلف، والقصه ان في محتاج تشوف توقف ده كده. عشان كده بعض الاحيان لما اصلي مع حد يبتدي يلف وموقفه، ما تلفش، وقف. ليه؟ لانه محتاج انك تفهم انت واقف فين في عالم الروح. لو انت مش مدرك اللي بيحصل في عالم الروح، بتلف في الارض، واهو ظروف، واهي حياه، واهي دنيا، واهي دين، والساقيه تشتغل زي ما جاز التعبير، لكن في حاجه مختلفه خالص. لو محتاج تحس اللي حصل في الروح، في الروح الجو مختلف تماما، في احتياج لسجود مختلف ولصوم مختلف وترقيه مختلفه، لانك ترقيت لليفل اعلى. ده مش يخوفك. نادر قال في حروب، ده ترقية يا حبيبي. لو عايش في الحياة وما فيش ليفلز أعلى، يبقى أنت بتلف ورا ديلك، يبقى أنت قاعد في نفس الليفل وبتعجز في نفس الليفل، وده حاجة مكئبة. لو عيل صغير عدى عليك في الملكوت، هقولك أنت لسه قاعد بتلعب في نفس الليفل، ده أنا خلصت ليفل 150. عارفين لما العيال يعدوا، انا بنتي بتعمل معايا كده، انت بابا لسه هنا. ده اللي هيحصل، ده الاخرون يصيرون اولون. ليه؟ لانه بيطلع ابطال جداد. لما بيطلع ابطال جداد، حينئذ الحرب الابواب، حينئذ المواجهه بتبقى بجد، حينئذ الحرب اللي كان المفروض تحصل لفترات طويله وما حصلتش بياتي وقتها. عشان كده بتسبح الرب، هي بتبارك الرب من اجل قضاة اسرائيل المنتدبين في الشعب، وبتقول لكل الناس اللي ماشيين في الطرق سبحوا. عدد 11، من صوت المحاصين بين الاحواض هناك يثنون على حق الرب، حق احكامه في اسرائيل. كل الناس عماله بتعلن حق الرب، كلمه الرب، كلمه الرب، كلمه الرب، مش بتقول الخوف، مش بتقول الطرق ما كانش حد بيمشي فيها لانهم كانوا خايفين. فجاه كل حد بقى ماشي في الطرق وبيعلن الحق. ايه اللي حصل بقى؟ حينئذ نزل شعب الرب الى الابواب. وتكرر مره تاني دبوره هذا التعبير، مش بس في عدد 8، لكن ايضا في عدد 11 يقول لك حينئذ نزل شعب الرب الى الابواب. عشان الوقت انط معاك لاشعيا، اشعيا 28، اشعيا 28. في ذلك اليوم يكون رب الجنود، عدد 5، مش هتك تعرف الآية، عدد 5، شعية 28:5، في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه. ده اليوم اللي رب يستعلن فيه، وروح القضاء للجالس للقضاء، وبأسا قوة للذين يردون الحرب إلى الباب. في حاجة في الكتاب المقدس اسمها حرب الأبواب. أنا ما عدتش أحكي كتير ليه الأبواب مهمة وأبواب الكتاب المقدس وعلى الدراسة. عايز أقولك الباب هو المكان اللي لو خدت فيه السلطان كل حاجة بتبقى متزبطة. لو إبليس أخذ الأبواب، المدينة كلها انهزمت. الأبواب هو المكان بتاع العصاية بتاعت موسى، في إيدك مرفوعة البحر بيتشق، مرمية من إيدك بقت حية تطلع تجري منها. الباب هو المكان بتاع ايدك المرفوعة، بتاع سلطانك، بتاع ادراك الدم المرشوش على ابوابك وعلى حياتك، وعلى ابواب انت بتاخد ليها المسؤولية.
في أبواب اسمها أبواب خلاص، أبواب الفداء، أبواب الشفاء، أبواب الحضور، أبواب المجد. هنحكي في يوم الجمعة بالليل عن حاجات كده مجعلظة شوية في المؤتمر. في مش عن الأبواب خالص، بس ليه علاقة بعالم الروح. فأنت بتقف في هذه الأبواب لأنك بتاخد مسؤولية عنها، لأن الواحد بألف وجال وقت أن يطلع الرب أبطال، حينئذ يلاقي أبطال جداد، أبطال جداد ياخدوا حرب الأبواب. والواحد يدرك أن له ألف، والألف ألف دولة ممكن يغطوا كل مصر 99 مليون. أوكي، تعال نروح لعهد جديد، إنجيل متى. أنتوا لسه كويسين؟ متى 11، إنجيل متى صح 11. رب يسوع بيتكلم عن يوحنا المعمدان، عدد 11: حق أقول لكم، متى 11:11، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. كلكم عارفين الآية بس بتنسوها. الأصغر في ملكوت السماوات أعظم من أعظم نبي في العهد القديم. لم يقم من المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. ليه؟ لأن الأصغر في ملكوت السماوات له مكان وقفة، له مكان سلطان، له مكان استخدام، وله مكان حصاد، وله مكان إثمار، وله مواريث أكتر من اللي اختبرها أعظم من المولودين من النساء في العهد القديم. القصة كلها هو إدراك، القصة كلها هو تصديق، زي ما كنا بنحكي عليه الأسبوع اللي فات. القصة كلها هو أخذ المسؤولية وإدراك الوقفة. أنت أنا مش واقف بس كده، لا، بتلتحم ليه؟ لأن ده وقت ترقية في روحك للمستوى الأعلى، لأن ربي رقيك فعايز يديك بونس، والبونس دي بتحصل في روحك، ترقية، جايزة. هذه الجوائز بتستخدمها في المستويات الأعلى للعبور. فالمستوى الأعلى إيه؟ المستوى الأعلى، الأعلى، الأصغر في الملكوت السماوات. في المستوى الأعلى هو ملكوت السماوات. ملكوت السماوات إيه؟ يخصب، والغاصبون إيه؟ يختطفونه. ده المستوى الأعلى. فكان في مستوى اسمه عهد قديم في يوحنا، ويوحنا كان أحسن واحد بيخلص الليفل ده. أنتوا معايا؟ يوحنا المعمدان أحسن واحد، أعلى سكور في الليفل ده. بس الأصغر في الليفل الأعلى أعظم من الأعلى واحد في الليفل الأولاني. ليه؟ لأنه في الليفل الثاني ده الديناميكية مختلفة خالص، النظام مختلف خالص. إيه النظام؟ ملكوت السماوات يخصب، وفي نوعية، بريد، نسل، سلالة، فصيلة جديدة خالص بتطلع. الفصيلة دي اسمها الغاصبون، سلالة مش موجودة قبل كده اسمها الغاصبون. انت عارف ان اسمك الحركي الغاصبون؟ انت عارف ان احنا حركة الغاصبون؟ احنا اتفقنا اللي هيسقف هيسقف بإيمان، مش كده؟ فاكرين الأسبوع اللي فات؟ مش معنى كده ما تسقفوش، بس سقفوا بإيمان انه انا، ده انا، ده اسمي، دي هويتي. لانه في الملكوت الاصغر في الملكوت بيحقق سكور اعلى من اعلى سكور حققه يوحنا في العهد القديم، لانه من بريد، من سلاله، من نسل مختلف خالص، اسمه الغاصبون. تعرف دي هويتك؟ تعرف مش هويتك المسكنه ومصمصه الشفايف؟ انت عارف ان دي مش هويتك؟ المسكنة ومصمص الشفايف بترجعك لليفل الاولاني. كم واحد زهق انه بيلعب نفس الليفل؟ اتنين بس، وانا ثلاثة، لقينا ثلاثة خلاص ربنا موجود في وسطينا. لانه لو لقى اتنين او ثلاثة خلاص.
أول ما بيحصل إنك بتدرك ما هو أنت محتاج تتنقل الليفل الأعلى، والليفل الأعلى ده يعني ترقية، والترقية يعني إمكانيات ونظام مختلف. فالاسم بتوع العهد القديم بقى مختلف خلاص، بقى سلالة، أنا حريص على سلالة ونسل مختلف، عشان أقول ده مش موجود. ما هو اختار أبطال جداد، اختار آلهة حديثة، والأبطال دول بيدركوا أنهم آلهة لفرعون، الأبطال دول بيدركوا أنه ليهم سلطان، الأبطال دول بيدركوا أنه ليهم سلطان، أنهم مش غلابة، مش مساكين قدام الرب. بنسجد وبننحني وبننطرح وبنتواضع، بس أمام العالم وفي أبواب الرب نقف. وجاء الوقت إنه في سلالة مختلفة اسمها الغاصبون، والغاصبون دول بيختطفوا الملكوت، والسكور بتاعهم بتاع أصغر واحد في الليفل ده أعلى من أعلى سكور في الليفل بتاع يوحنا المعمدان. ده اللي هو بيقوله. بس القصة بتحتاج تغير في شكلك، تغير في الديناميكية بتاعتك، حاجات كتير ما بتحصلش في حياتك برغم ان الرب يتنبأها لحياتك، لانك لسه ما تنقلتش للزقاق الجديد. الجملة اللي انا بقولها لك دي مش بوعظها لك، دي جملة انا سمعتها من الرب ليا من فترة. قال لي انا بالفعل ارسلت اللي انت محتاجه من فترة، بس انت ما تنقلتش جواك يا نادر عشان تستقبل اللي انا بالفعل بعته. لو اتنقلت، لو غددت الزقاق بتاعك، هتختبر اللي انا بالفعل بعته. انا بعته، بس انت بتعمل نفس القديم. متى 9. فانا مش بوعظك يعني من براح. متى 9. كلكم عارفين الآيات، عدد 17: لا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لألا تنشق الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف. يجعلون خمرا جديدة، دي الترقية، ده المستوى المختلف من الانتصار، ده المستوى ده اللي انت محتاجه في روحك، ده السلطان الجديد، ده النقلة الجديدة، الحاجة الجديدة اللي بتنسكب دي بتتحط في زقاق جديد فتحفظ جميعا. لما تقرأ نفس القصة دي في لوقا 5، لأن نفس الشاهد موجود في لوقا 5، يسوع ختم هذا المثل بآية في لوقا 5 مش مذكورة في متى 9. قال كده: لكن الكثيرين بيقولوا أن العتيق أفضل، بمعنى اللي عرفه أحسن من اللي عرفوش. خليني في اللي أنا فيه، أنا بتصرف كده، بعيش كده، أنا كده، شخصيتي كده، بس خلاص. ولأنك أول ما حد بيقول لي أنا كده، بعرف إن الرب عايز يبعت ومش عارف يبعت، أو بعت ودلق، أو ليه؟ لأنه ما تنقلش، ما استقبلش اللي ربنا بعته. ومش بكلمك من براح. يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا فيما هو يكلمهم بهذا. إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا: بنتي الآن ماتت. تقول لي ما فيش علاقة بين القصتين؟ لا، متى هو اللي بيقول لنا في علاقة. فيما هو يكلمه بهذا: إذا رئيس قد جاء سجد له قائلا: بنتي الآن ماتت. تعالى وضع يدك عليها فتحي. طبعا القصة في مرقس، بنتي مريضة جدا، وفي النص عرفوا أنها ماتت. بس شايف العلاقة بين المواجهة؟ لاجب فيه خمر جديد لزقاق جديد. وفيما هو يكلمهم بهذا جاء له الرجل وقال له: بنتي ماتت. ليه؟ أن الزقاق الجديد اللي هو يسوع، اللي هو الزقاق بتاع كل واحد واحدة فينا، هو اللي بينسكب فيه الخمر الجديد. الترقية اللي انت محتاجها موجودة في هذا الزقاق اللي هو الابن، اللي بتعمل مواجهات أعلى من مستوى مرض. فيما هو يكلمهم بهذا: إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا: بنتي الآن ماتت، تعالى وضع يدك عليها فتحي. حينئذ إيه؟ حرب الأبواب. هو المدة مش باب؟ حينئذ حرب الأبواب. أول ما تحصل ترقية، أول ما ربي يلاقي
أبطال بيدركوا هم مين حينئذ حرب الأبواب. لو عايز التفسير الثاني، أول ما بيلاقي الدنيا وحشة وإبليس بيسود بيطلع دبورة وبيطلع قواد ولهم حينئذ حرب الأبواب. تفسيرين موجودين، ما عنديش أي مشكلة مع الاثنين. حينئذ حرب الأبواب، وده زمن حرب الأبواب، وده زمن الواحد بألف يقفوا وأبواب مصر تتغطى بأبطال ناسين نفسهم وبيصوموا من أجل ترقيات. صاموا قبل كده بس 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 ما حسوش بحاجة. القصة مش بتحس حاجة، القصة إن ده زمن ترقية. ما زلنا في زمن الترقية، ما زلنا لغاية آخر هذه ما كناش بنقول صوم عشان مربوط برمضان، لآخر هذه السنة الرب هيشغلنا بأصوام، أوقات أصوام متنوعة متفرقة كتير. وعايز شجعك لو أنت حاسس بأي صدى للكلام اللي بقوله لك النهاردة، من فضلك وضب أوقات أصوامك. أوكي، عشان أختم، أنا بختم. سفر الرؤيا اسمنا مش بس الحركي الغالبون، النهارده في اسمين حركيين، بس الكتاب المقدس مش مخبيهم، مش تأليفي، مش تأليف خادم. الغاصبون ده يسوع اللي قالها في متى 11 ومتكرره في انجيل لوقا، وبالتالي ما هوش تعبير بنألفه. ده اولاد الرب، ده الاصغر في الملكوت من نسل غريب اسمه الغاصبون. فخليني أرجع مرة تاني، ده مش الشفقة على النفس والشكوى والمسكنة، ده مش تواضع، ما تخلطش الاتنين ببعض. المسكنة الشفقة على النفس ونعمل ايه، ده مش تواضع، ده مش تواضع. ولاد الرب الروح اللي جواهم اسمه الغاصبون، ملكوت سموات يغصب والغاصبون يختطفونه. يعني ايه؟ في حاجه زي مش موضوع مقاومه، لانك في الارض لسه، انت على الجانب ده من المجيء الثاني. يعني انت مش بعد المجيء الثاني، انت قبل المجيء الثاني. وقبل المجيء الثاني نوعيه الاسم الحركي بتاع شعب الرب الغاصبون، ايه؟ بيغتصبوا ما هو بعد المجيء الثاني هنا، بيغتصبوا شفاء، بيغتصبوا اقامات، بيغتصبوا معجزات، بيغتصبوا حاجات، بيغتصبوا الملكوت. لأنك أنت كل يوم المفروض بتصلي ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك فين؟ على الأرض. أنت إيه الآية دي؟ الآية دي اغتصاب للملكوت. كما في السماء إيه؟ كذلك على الأرض. أنت بتغتصب الملكوت من السماء عشان يأتي على الأرض. ده الغاصبون، دي ألف به ته ته أبانا الذي، ودي الكوميشن، دي الارساليه، ده الدعوه، ده القصد، ده انت موجود في الارض عشان تغتصب الملكوت من السماء للارض. فاسمك الغاصبون، المسكنه مش معادها، الترقيه معادها، التواضع معاده. انا مش بلغي التواضع، بس اوعى تخلط المسكنه مع التواضع. رؤية 2، الاسم الحركي نمرة 2. رؤية 2 ورؤية 3 سبع مرات للسبع كنائس. أوكي، مدرسة التدابير اللي احنا لا نؤمن بيها. يقول لك السبع كنائس دول سبع مراحل روحية للكنيسة، وآخر كنيسة دي كنيسة لاوديكية. ما بقتش مقتنع بكده، بل في شواهد كتيرة بتقول مش كده، شواهد كتيرة بتقول مش كده. مش موضوع، أنا مش دي الحتة أنا عايز أخش فيها، بس أنا طلعت العتيق بتاعي. يمكن نعمل مؤتمر عن سبع كنائس، مش عارف إمتى، نص 17. في آخر كل كنيسة ربنا بيوجه رسالة للكنيسة، والرسالة بتبتدي بكلمة، كلهم نفس الكلمة، من يغلب. صح؟ انتوا معايا؟ من يغلب؟ عارفين الآيات دي؟ اوكي، كنت هقول لك بص على الشاشة، مش هقدر اقول لك بص على الشاشة. من يغلب لا يؤذيه الموت التاني، من يغلب واعطيه ان ياكل من المخفي، واعطيه حصاه بيضاء، وعلى الحصاه اسم جديد مكتوب لا يعرفه احد غير الذي ياخذ.
من يغلب ويحفظ أعمالي سأعطي سلطان على الأمم، يرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا من عند أبي وأعطي كوكب الصبح. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضاء ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، سأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من يغلب سأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسم جديد. من يغلب سأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. وبعد كل مرة يقول من يغلب، يقول من له أذنان للسمع إيه؟ فليسمع. كنا حافظين الآيات دي بس بننسى إن القصة والإشارة والعنوان بتاع كل الكنائس اسمهم الغالبون. بس مش بس الغاصبون، أتاري حاجة اسمها الغالبون. والقصة كلها بتاعت كل كنيسة بتنتهي بالغالبون. ده زمن الغالبون. أوكي، ما كنتش بتغلب قبل كده، ده وقت ترقية عشان تغلب. أنا مش بوعظ، ده وقت ترقية عشان تغلب. غير هويتك، لأن ربي يطلع أبطال جداد، بيطلع زقاق جديد عشان يسكن في خمر جديدة، ويطلع ناس مختلفة ما جواش مسكنة لكن فيها إدراك هوية اسمهم الغالبون. أوكي، هقولك آخر معنى ونصلي. في الأغلب الكلمة اليوناني لكلمة الغالبون هنا كلمة مش مذكورة في الكتاب المقدس كله ما عدا مع يوحنا، مع الرسول يوحنا. فمش مذكورة غير في الحتت دي في السبعة بتوع سفر الرؤيا، ومرتين في رسالة يوحنا. تقول لي حلوة قوي الدراسة دي، أقول لك لا مش حلوة الدراسة دي، دي لها معنى. ليه؟ ده مين الرسول يوحنا؟ الرسول يوحنا هو آخر الرسل اللي كانوا من الاثناشر اللي كانوا عايشين، هو اللي كمل إلى سنة 70 بعد الميلاد، هو اللي شاف أحداث الأزمنة الأخيرة في سفر الرؤيا. فيوحنا بيمثل ليك وليا النبي عن الأزمنة الأخيرة. وهذا النبي اللي بيتكلم عن الأزمنة الأخيرة أم مطلع كلمة مش مذكورة خالص قبل كده. الكلمة اليوناني مش مذكورة ولا مرة قبل كده، أم مطلع كلمة، اخترع كلمة، مش اخترعها يعني، بس طلع كلمة. لو كنت قاعد تسمع الوعظة بتاعت يوحنا وقتها هتقول يوحنا ده بيقول جمل ما حدش تاني بيقولها. لأنه يوحنا كان نبي عن الأزمنة الأخيرة، فأم طلع كلمة وأم حطها وأم نشرها لكل كنيسة، وأم نشرها في الرسالة بتاعته في رسالة يوحنا الأولى صح 5 هقراهم لك دلوقتي. وقالك من يغلب؟ ليه؟ الغالبون. ليه؟ لأن الأزمنة الأخيرة محتاجة ناس ترقت في الليفلز، وصلت الليفل اللي فيها اسمهم الغالبون، معاهم بونس، معاهم أسلحة، معاهم كل المحتاجينه عشان يعدوا الليفل الأخير، ودول اسمهم الغالبون. والأسلحة دي بتحصل بالترقية، والترقية دي بتحصل في روحك، وبتحصل في روحك لما بتعطش وبتفهم الزمن وبتقف قدام الرب تقول يا رب أنا هو ضعيف جدا صغير جدا، بس الأصغر في الملكوت أعظم من أحسن سكور في الليفلز اللي قبل كده، فأنا واقف قدامك عشان ترقية. أقرأ لك آيات يوحنا عشان أشجعك ونصلي. رسالة يوحنا الأولى إصحاح 5، الكلمة دي مش مذكورة في ولا حتة في كتاب مقدس غير السبعة والثلاثة دولة، 10 مرات فقط في الكتاب المقدس الوحيد ذكرهم هو يوحنا الحبيب رسول يوحنا، وذكرهم فقط في 7 مرات للسبع رسائل للكنيسة، وفي الحتة اللي هقراها لك دي 3 مرات في الحتة دي. يوحنا الأولى صح 5، كل من ولد من الله. عارفين دول مين؟ ده حضرتك. كل من ولد من الله، الآية اللي وراها يعني الشاشة مش موجودة، كل من ولد من الله يغلب العالم. يغلب دي هي كده. فأتاري غالبون دول يعني مش اللي يعني كل من ولد من الله يغلب العالم، نفس الكلمة. وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم. خلي بالك كم مرة، 3 مرات يغلب هي نفس الكلمة ومحدش جابها قبل كده. هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم؟ 4 مرات.
إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. تقولي طب ما هي بسيطة يعني يسوع هو ابن الله. لا هو مش بيتكلم على كده. لما تقرأ الرسالة تفهم هو بيتكلم عن إدراك التجسد أن يسوع جاء في الجسد. إدراك روح ضد المسيح اللي بينكر أن المسحة ممكن تبقى موجودة في جسد يسوع. إدراك أن يسوع مازال في الجسد على الأرض. أن يسوع مازال في الجسد على الأرض. أن يسوع فينا رجاء المجد. وأن يسوع مازال في الجسد على الأرض. وأن يسوع مازال بيسري في مصر. بيسير في مصر. لأن يسوع حطك في الأرض من أجل إعلان يسوع. لذلك دعي التلاميذ مسيحيين أولا في أنطاكيا لأنه صدقوا في حاجة بتحصل. ده وقت الغالبين. ده وقت الترقية. ده وقت الغالبين. وقت الغاصبين. وقت الغالبين. وقت ترقية روحية تحصل فينا. فأشجعك قضي أوقات. قضي أوقات كده خش والتحم. في أوقات للقراية. في أوقات للدراسة. في أوقات للكتاب المقدس. بس في أوقات ما ينفعش. ما تخشش وتلتحم وتستخبى وتعطش. وقول له أنا محتاج ترقية جدا للزمن اللي جاي. أمين. غمض عينك معايا تعال نصلي.